بسم الله بسم الله. تيست 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 تيست. اوه جو جو جو. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده احنا موجودين في مكان جميل جدا في الجبال، يعني لدرجه ان في ملعب كره قدم كامل على الجبل زي ما انتم شايفين كده، يعني ملعب اوروبي جدا خطير جدا، يعني ملعب يستحق ان يقام عليه نهائي دوري الابطال. المكان ده موجود في رومانيا في ترانسلفانيا برضه. مكان جميل جدا بصراحة. تمام، هتشوفوه دلوقتي كله بالدرون. عيدها لي يا مخرج، معلش هاتها تاني، هات لقطة تانية بالدرون. مكان جميل جدا، ده عبارة عن فندق أو منتجع سياحي. للأسف المكان ده مش معروف، كل اللي هنا يعتبر من أهل البلد، ما شفتش حد أجنبي غيرنا اللي احنا برضه يعني يعتبر من أهل البلد، بلد دي اللي احنا شاركنا في بنائها، شاركنا في النهضة الاقتصادية الرومانية. الملعب هنا طبعا زي ما انتم شايفين مكان جميل جدا، ملعب كرة قدم تقريبا. ده مش خماسي، ده أكبر من خماسي، ده اللي هو ممكن 8 أشخاص صراحة، لأن يعني ده صعب جدا يبقى خماسي. المكان جميل جدا، وفي كمان ملعب تنس. ده بقى يعتبر إيه المفاجأة بتاع المكان، الملعبين طبعا مفتوحين، مجرد ان انت بس حاجز هنا يوم فانت خلاص يعني معاك بقى ايه، حتى الكور هم اللي جايبينها، يعني انت طبعا ممكن تجيب كورة احسن من دي شوية. المكان جميل، مكان جميل وسعره مش غالي، ويعني للاسف اماكن زي دي مش معروفه بالنسبه للناس. احنا طبعا جايين هنا شغل، عندنا شغل وعندنا شويه تصوير، لكن ما يمنعش ان في وقت الفراغ طبعا، يعني عمري ما اسيبكم كده من غير ما اصور لكم حاجه، عشان طبعا عارفين غلاوتكم عندي قد ايه. مكان ممتاز، حتى الاوضه بتاعتي بتبص برضو على الجبل كده. ماذا اقول بعد كل ما اقيل، يعني ماذا اقول؟ اعزائي المشاهدين كما وعدتكم اوريكم دلوقتي بقى الفيو بتاع اوضتي. اهو ادي البلكونه، وادي باينه اهو الملعب اهو اللي كنت بلعب فيه. ده الملعب، ده ملعب التنس، انا قدام ملعب التنس بالظبط. سامعني ولا عشان الكاميرا بتاخد الصوت ضعيف شويه؟ اهو ستغرب الشمس الان، وحان وقت العشاء، حان وقت العشاء بقى. ده عشاء العمل، احنا خلصنا العمل فاضل العشاء. يعني يمكن الازمه الوحيده ان انا مش لاقي حد العب معاه كوره، فده طبعا ايه يعني عامل أزمة. وأحلى حاجة السلك اللي هم عاملينه دوت ورا الجون عشان خاطر إيه الكورة ما تقعش. بص أهو السلك أهو، طبعا ممتاز عشان تحافظ على كورتك. طبعا ده مش فوتوشوب أهو، أهو بعد دي من ورا السلك أهو، دي مش خلفية خضراء ومتبدلة وكده، لأ ده كلام صح الصح. حته الارض اللي تحت دي برضه تبع المكان اعتقد، برضه عاملين عليها سور. بعد كده بقى الغابه بقى على طول، منك للدببه بقى والثعالب والغزلان والحاجات دي، الحاجات دي دايما ما تطلعش وانا معاك كاميرا. والدببه عمري ما شفتها غير مره واحده بس، لكن الغزلان بشوفهم على طول، الغزلان بيطلعوا لي كتير، مفيش اي دب دلوقتي. طيب خلونا نكمل المباراه اللي انا بلعبها لوحدي. فين الناس اللي معايا؟ حد يجي يلعب معايا؟ مطلوب حد ماتش كوره حتى الصد رد اي حاجه. هادي بقى المشاكل طبعا، يعني الملعب ده مش محتاج حجز ولا محتاج اي حاجه، بس للاسف مفيش حد بتاع عصير قصب جنب الملعب، لكن مش مشكله. صباح الفل اعزائي المشاهدين، ودلوقتي خلصت رحلتنا وخلاص بقى وقت التشيك اوت. الساعه دلوقتي 10، تشيك اوت الساعه 11، لكن طبعا انا هطلع بدري ساعه عشان افطر ونلتقي ان شاء الله بعدين. كده يعتبر خلصنا رحلتنا وخلاص ان شاء الله راجعين على بوخارست. للاسف راجعين على الدوشه وعوادم السيارات والمشاكل غير شتو، وهنعمل ايه بقى؟ خلاص الايام الحلوه بتجري بسرعه. قضينا ليله في الاوتيل صراحه بالليل، كانت ساعه شويه لان احنا في مكان عالي على الجبل، ولكن جميله تستحق الزياره المكان ده، وزيه كتير اماكن هنكتشفها مع بعض ان شاء الله في رومانيا وبره رومانيا. ابقوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وزر الاعجاب
وان شاء الله نطلع رحلات زي دي كتيره. ان شاء الله انا هبقى موجود هنا في شهر 9 عشان احنا جايين النهارده بنحضر للمشروع الجاي اللي هنشتغله هنا. وشهر 9 ان شاء الله هيكون التنفيذ الفعلي للمشروع. صورنا حاجات كتيره ولقطات درون جميله جدا 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 والجو حلو. وانتظرونا ان شاء الله في كل ما هو جديد. بشكركم جدا والسلام عليكم. One of the best here in Romania. People don't know what to expect and they think about, oh, why that country? Yeah. They didn't know nothing about it. Yeah. They think it's still communism. That was 30 years ago. Yeah, but 3-0. They still think that we're not updated. انتهت الرحلة يا جماعة. خلاص مروحين على بخارست. بس محتاج اطلع الطلعه دي بس وخلاص كده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.